السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم. معكم إبراهيم محمود مرسي في الفيديو الحالي بعنوان تغيير اللغة، طبعا في برنامج الـ ASC Time Tables، البرنامج الخاص بعمل الجداول المدرسية الإلكترونية. نفتح البرنامج. أحيانا بتقابلنا مشكلة زي كده، إن اللغة مش باللغة العربية، فمباشرة هروح لـ Help، هلاقي هنا الأيقونة بتاعة علم إنجلترا أو أي علم دولة هنا في نفس المكان ده، مكتوب عليه Language او مكتوب عليها كلمة بالانجليزي او كلمة بالفرنساوي او اي كلمة باي لغة. المهم ادور على الايقونة دي واضغط عليها، هيظهر لي النافذة اللي فيها اعلام دول كتير جدا، ومن ضمنها علم بالاحمر فوق وابيض في النص واسود في الاسفل، ومكتوب تحته اريبيان او مكتوب عليه كلمة العربية بس بحروف مقطعة معكوسة كده يعني. المهم اختار العلم ده واقول له اوكي، هيطلع لي رسالة زي كده. ممكن الرسالة دي يكون مكتوب فيها بالعربي يرجى إغلاق البرنامج وإعادة تشغيله، أو مكتوب فيها بلغة تانية، لغة مش مفهومة أو لغة أنا معرفهاش. المهم إن أنا بعد ما أختار الأيقونة دي وأضغط، هتلاحظ هنا قد يكون بعض الحاجات دي مكتوبة يعني بلغة غير مفهومة. هقول له موافق، هو طبعا ما يقفلش البرنامج. ليه؟ لأن هو بيقول لي اقفل أنت البرنامج وافتحه تاني، فهقفل البرنامج وبعدين أروح أفتح البرنامج مرة تانية. بيفتح زي ما حضرتك شايف كده، البرنامج تم فتحه باللغة العربية بالأيقونات اللي عندي باللغة العربية، ولو قمت له فتح بأي ملف فطبعا هيفتح معايا عادي جدا جدا جدا. تيست لا شغالة. شكرا لحضراتكم، دي المعلومة البسيطة اللي حاولت أعرضها في الفيديو الحالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.